كتقول ليلى البراق بمناسبه الاصدار ديال الالبوم ديالها؟ وتنقول لها مبروك، الله يدخلوا عليها بالخير والرباح والله يستر ليها. وصراحه ليلى البراق دارت واحد الخطوه كبيره، لان باش دير البوم في هذا الوقت صعيب، سيرتو في هذا الموجه اللي ولات ديال السينغال وهذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا. ولكن انا كنحييها على هذه الخطوه هذه، وان شاء الله غادي يكون ناجح، لان هي اصلا ناجحه وفنانه محبوبه متواضعه. وبلا ما نهضروا بيان سور على فنيا، راه من اجمل الاصوات اللي كاينه المغربيه تبارك الله. ونتمنوا نكونوا احنا فاتحه الخير حتى اللي جينا نزورها ان شاء الله في هذا النهار هذا ديال الوصمه ديالنا. فريد غنم، شنو الجديد الفني ديالك؟ بالنسبه للجديد ديالي كان حضرت شي حاجه واجده، غير دابا كيف ما تعرفوا المدام ديالي عاد ولدات وهكا، دونك شويه قابل لشي حوايج اللي هما بيرسونيل. ان شاء الله كاين الجديد وبليتو ان شاء الله نخرجوا في الصيف ان شاء الله. رساله للمتابعين ديالك على توب تي في؟ وكنشكروا توب تي في، زعما القناه الزوينه اللي كتبع زعما الفنانه واترافيرفو، زعما كنتواصلوا مع الحباب وكنسلموا على الحباب ديالنا كاملين يتبعونا على توب تي في، وشكرا بزاف.